نظمت نقابة المحامين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمقر النقابة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، مؤكدين أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا للإنسانية وإبادة جماعية. طلب المحامون بضرورة وقف هذا العدوان، مشددين على دعم الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد جميل. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازالت الجهود المصرية مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات التي ترتكب بحق أهالي غزة وبالأطفال والنساء والشيوخ هناك. اليوم شهد الشارع المصري حراك شعبي جديد للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف هذا العدوان. هذه الوقفة التي شهدناها اليوم من داخل نقابة المحامين بالقاهرة، حيث أعلنت نقابة المحامين عن تنظيم هذه الوقفة التضامنية مع شعب فلسطين ودعم القضية الفلسطينية والتنديد بكل الانتهاكات، معبرين على أن ما يرتكب بحق أهالي غزة هو إبادة جماعية وضد الإنسانية. الهتافات وتعالت أصوات الهتافات داخل هذه الوقفة للتنديد بكل الانتهاكات التي ترتكب بحق أهالي غزة وأيضا رفضهم لمخطط التهجير. أكدوا على أن فلسطين عربية وأن غزة أرض مصرية حرة لن يسمح بالمساس بأمنها القومي، وأكدوا أيضا على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يلزم وكل ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري. المحامون الذين التقينا بهم خلال هذه الوقفة أكدوا على أن قضية فلسطين هي القضية الأولى لهم، وأكدوا على أنهم يرفضوا كل الانتهاكات التي ترتكب بحق أهالي غزة وأيضا متمسكين بأرض سيناء وبالأمن القومي المصري، ولن يسمح بالمساس بالأمن القومي المصري ورفض مخطط التهجير. رفعوا الأعلام المصرية والأعلام الفلسطينية وأيضا نددوا برفض مخطط التهجير، أكدوا على هذا الأمر مرارا وتكرارا خلال هذه الوقفة. أيضا المحامون اليوم وأيضا ممثل نقابة المحامين أكد أن نقابة المحامين ستقوم بتيسير قوافل إنسانية ستتجه إلى قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وسيتم التنسيق لهذه المساعدات. حضر اليوم الوقف عدد كبير من أعضاء نقابة المحامين سواء هنا في شارع رمسيس أو حتى من النقابات الفرعية الأخرى، وأكدوا على أن كل المحامين في مختلف محافظات الجمهورية يتضامنون مع هذه القضية ويدعمون القيادة السياسية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن القوم المصري. إذن هي جهود مصرية شعبية وأيضا المؤسسات المختلفة والقيادة السياسية تؤكد على الدعم الكامل لشعب فلسطين والقضية الفلسطينية والحفاظ على أرض سيناء وعلى أمن مصر القومي وعدم السماح بالمساس بشبر واحد من أرض مصر ومن أرض سيناء. هذه هي الصورة من داخل نقابة المحامين والوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. عودة إليكم مرة أخرى.